إجابة للتوجيهات الملكية السامية والداعية للاهتمام بمغاربة الخارج، اعتادت الوكالة ككل سنة المشاركة باليوم الوطني للمهاجر، واللي حمل هذه السنة شعار مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية. هذا اللقاء التواصلي هو فرصة لتعزيز الحوار مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للوقوف على حاجياتهم والإجابة على تساؤلاتهم، وكذلك الاطلاع على آخر الخدمات التي توجهها رداج لفائدة هذه الفئة. مرة أخرى رداج فخورة بخدمتكم. السلام عليكم. الاستقبال كان زوين، كل شيء كان زوين، الناس زوينين، اللي اي بيرو بركتي حداه كيلبي لك الطلب ديالك. جا سعادة العامل تا هو خطب على الجاليه، خطب زوين، قال لي ملي عنده شي مشكل نحلو ليه، واللي ما تحلش لي المشكل نقتل استقبلو في المكتب ديالي. وحنا عندنا غير واحد المشكل صغير ديال الماء والضو، كنقول لا راديش كنشكرهم، وكون كانوا عندنا قالوا لي غندخلوا لكم الماء، ولكن حنا ماشي معاهم. مشيت عنده وقال لي تمارا النصيرات تابعين لوضيب، ما تابعيناش حنايا، كون كنتي تابعينا حنايا بكل فرح. شكرا، كنشكركم كاملين. جينا اليوم على حساب يوم المهاجر باش كاع المشاكل اللي عندنا نطرحوها، ومنها حتى المشاكل اللي كاينه في لاراديش بمدينه ازمور. من ناحيه الجديده بحكم انتماء الازمور الجديده، الجديده الحمد لله لاراديش غدا مستوى مزيان، ولكن في مدينه ازمور ما كاينش اهتمام، كاين بزاف المشاكل في مدينه ازمور، وحتى في الفواتير، وحتى في عدد العمال اللي كاينين قلال. بحال مثلا ملي كيكون انقطاعات في مدينه ازمور ما تيعلموش، بغينا انه يكون فيديوهات ويتلاحوا في الفيسبوك بشكل كثيف ماشي بشكل محتشم، ونتمنوا من الاحسن يكون شي حوايج احسن نتمنوا. بمناسبة اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذي يصادف العاشر من غش من كل سنة، ومن خلال هذا اللقاء الذي ينظم في كل من عملته الجديدة وسيدي بالنور، اعتادت الوكالة بمعية باقي المصالح الخارجية المشاركة والمساهمة الفعالة في هذا الاحتفاء، قصد أولا استقبال وتعزيز العلاقات مع الجالية المقيمة بالخارج، ثم تأكيد الاهتمام الخاص الذي توليه الوكالة لهذه الفئة الخاصة من الزبناء، وكذا تسليط الضوء على مجموعة من الخدمات، سواء تلك المتعلقة بتنويع وتوسيع قنوات الأداء، استحداث مركز العلاقات مع الزبناء، وإطلاق مجموعة من المنصات الرقمية كراداج خدمات، الفاتورة الرقمية، ومنصة المستثمر والمنعش العقاري، وكذا مواكبة اهتمامات الجالية وتقديم التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بشكاياتهم واستفساراتهم. وتؤكد لاراداج أنها في الاستماع دائم لجاليتها المقيمة بالخارج، وذلك 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، عبر الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء. وشكرا.